الله صلى الله عليه وسلم فرمى صنفان من أمتي لم أراهما فرمى دو صنفهن كلا أجران لأمتك من نمديون صنفان من أهل النار من أمتي لم أراهما أهلي أجرن لأمتك خومنا شنا أجره من نمبينيون كم يعني كان رجال معهم أسياد كأذناب البقر الناس أو زول لسري روشتي أمام بيعوانا قام شي غيرن بدس يعني بو ظالم مستمكار كان لخلقي مظلوم استمديده ودعم عليه بيدن او الزوره طبعا ما عندناش طن بيو بن لمالو معلومات تام ختان اجدان ما طن بيو بن لمالو ابري مشغول ندرو بيو تي كان بطاله كانوا بو بيو كتري انه مالو بنو بشن افرمي ونساء كاسيات عاريات وافرتان كاسيات عاريات يعني بشكي خوي بشرعي داب وشيو بشيكي ببيع شرعي سقط هذا باسي كرت باروتشيه مكحول باسي كرت عفرتان كي آوه بيابن بشيكي لشي بشرعي داب وشيو بشيكي شي ببيع شرعي بون من أمي داب وشيو سري روتاج له ضل حساب أي الله جل جلاله بفرماني بملش كردو بقردن تابي تخوارو ها يعني فرماني الله حسابني ضلي خوم حساب فرماني ضلي خوم حساب أيدنين عليهن جلاب بهن أما أما بوشي الله جل جلاله داي بزاندو بو جناني رسول الله صلى الله عليه وسلم كتشاني وبو همو جناني من داران ولنساء المؤمنين همو نا أوهر الضل ضل ضلي خوي كدو بخواي خوي أي برستي كأو خوي لأساسا برستني هوا وآرزي خويتي كدويتي بإلهي خوي فرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أما لأجل كم ترى أم تحسبهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا لا أجل إيش خرابت أن الله جل جلاله وأوصف فيك جماعتي ظلم باشا وخراباك أما شو أن هواي كوتوا لا أجل إيش خرابت بويا خيري تيانية بظلم باشا هم قرآن رتكاته صدف المدير رسول الله صلى الله عليه وسلم بيك ظلم باشا رتكاته إيش خيري تيانية أما هوا أرزوية برستي كالأنعام بل هم أضل أكو الله جل جلاله فن جاء نساء كاسيات عاريات يعني بشي هي بشر إذا بشي بشي هي ببي شر يبون منا بشي كي تنكا بشي كي بوشته بشي كي روتا بشي كي بوشته بشي كي تسكا بانطولا بشي كي بوشته كرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لعن الله المرأة المرتجلة الله جل جلاله لعنتي كردوا لو أفرتي جلو برقي بيوان لبيكا وكو بيوان رفتارك خوي ببيوان شبهنه وكو بياو خلاص يوداني شو جلو برق لبركة وقسأك أو أروى وديت وكو بياو بيا لفرق معنية الرسول الله فرمي الله بلعنتي كده وكو بياو الله جل جلاله بلعنتي كده كيو أنت فيها فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم شو كجنب يا جنب يا بياو جنب بياو بيا جاء فرمي شيء أم أفرت أنا كاسيات عائرة عاريات مائلات مميلات دو مواصفات تريان يعني أمانة مائلات للتفسير كا ابن رجب فرمي يعني لا ينداوى مائلات عن العفة والاستقامة لا ينداوى لا باكيتي ولا دين داريتي لو وجب جكردني فرماني الله ورسوله فيه لو أنا لا ينداوى طاوبوها وآرزو دلو داروني خويا رشد جاء فرمي مميلات أفرمي لغيرهن حسا كانها مؤافرتكاني دنيا جوكو خويا به آفرتان جهانين بو أو رفتار وروشتي خويا لسرين بو جلو برقي خويا لبريكن بو أخلاق بان يعني كان نايبين اللي سرت له زينك كان أم لسكت شيء أم حجابة شيء أم بتشي شيء أو رسول الله صلى الله عليه وسلم هزار وشوارص صلى الله عليه وسلم يدي بيا ابنه لا عجران بوني بحشت حرنا كان باشا بميلات لغيرهن غير خوش يعني أبو خان لكن إمام عثمان فرمى تود الزانية لو زنا جميع نساء الأرض أفرتي زينة كار فرمى بيا خوش هرشي أفرتي سر زينة زينة بكا بو ويبنجا بو خيرانك يشتري على وده هم يكردوتي ایسا برو ایک اللہ کاسیات عاریاتانا بگرہ بلا خدا پشوانی سر چی پیالا ہے ایک شکی خو ایک شکی خو اجنگی خو افلانا دراوسی خو سروات پیالا ہے بو پی خوش ہمو کس وکو خوی بیا بو اوی که بخوی وطرع بو اوان که ببیانو بو بردوان بونی خوی پی خوش او حقیقت یادی بو ایتا سر تلوزیان خانی کچانا ہے رخنا گره لحجاب مجموعی کچولا بینی لشکیان کردو راگین راون لحولکا انا پاک بن با اخلاق بن رخنی لګری او بو با افغانستان او بو بنظام کې ومن یم اگر زو مدینه بدی اچ یوت ها کته نه نت پیو جنګی خو نه ناس او نه خو دا پوشي پیو جنګی خو نه ناس او نه خو دا پوشي دیاره ګالتا کردن
ابم روشتي افرتان لا اوشتي كي زور طبيعيه همي لبيناويتش يا بانغ شبكا بو بيروش يكي يهود ونصارى كسباندو انا بسرياتو بيروش لي بويا فرميتي مميلات مائلات مميلات لغيرهن غير خوشان وخوان فسادك تيشان على رؤوسهن كاسنمه البخت العجاف فمسريانو تشيلي كان وكو بشتي وشتري لي كان طبعا وشترها كو باركي نتبيو قلت جوري شكا خلق لسري دانا نشتو اما وشتري بختة ابو شو بويا او بشتي وكو خوي ماتو يعني او برزي كاتو جوري كاتو طبعا بوشي واتو تبرج سيرم كان اتشان جوان ما بالام هي بقش بالا بو خيد رسكا بتو خد روسيكا بلا تشك دروسيكا ابو شو بالام سيرم كان اگر اون بينا بي بالام كم بيتو ياخذ علماء فرمون لروايات اجتراحات وكا ما بس بي وشتري دو كوباري دو دانا قبل سر بشتيتي هر دو قجيو عليك لدولا قجيو عليك هاتو سري خوي قوراك اما همو لا بيناوي تشيا سرنج راكيش بي وببين ري افرد خوي بي بعكس وشون بي نا بسرنج راكيش بي نا ببين ري بوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي باشترين جنان تان كامانا الولود الودود ولود يعني وافرتي حزيبة من عالبونة ودود يعني وافرتي عطف سوز وحنان بو عائلة وخيزان وخانواتي خويه من الله حزانه ولدان قفرنا المواسية يعني لا الله ترسيه وبقسي ميردك الشيكا فاشا انا فرمي وخراب تريني شنا كانت عن كامانا المتبرجات المتخيلات اوانن که تبرج کن خوان در خان با پیوان سرمان کن چون این اصلا نه جنانی شا خوی در خان اگر پیوان نیبینه با باش کم جنی تصویری که اکچه تصویری که برای که تو هر پیو ببینه هر پیو ببینه حزقت بینه حزی بون و فرمه چی امانه ام متبرجانه متخیلشن یعنی پوزلین لمعصیت آیا تکبری پیواکا فرمانی الله رسولش کانو بابو زوار واودي باشا طبعا تبرج وتخيل حجز لقى الحياه يقناقرتو اويك خير تكاتو واويك بوز لي ايابو خور كرنوي سيان با الله شرمينيه شرمينيه لي دامال راوا وشان ازيك ابتك الله وبني لقى البيوانا اما قاعده تبرج خويا لا دجي حياه زنان وانا ميان وافر بو باشا ان جعفرين وهن المنافق هذا وانا منافقنا وافرتانا بتشنك زهيبه لمانا وبدو اوي البوبيا دو اي خوم شاك يكم شاك يكي او تو شاككا او تو شاككا بيجو اي تو او شاكي ان جعفرين امانا اوانا ان اتنا بهشتا واوندك من وكو تيوان غرابي اعصم قال رشك سربالي سبيو قاتي سبيو دانوكي سورة زور كما لده هزار قل رشا داني كيوانيا لبيس هزار داني كيوانيا اوانا انا چه تبهشتو لده هزارك اما او قران كاريان ابو كلام اخر زمانه بسر روشتي افرتانا هاتو وهموش من بشاوي خوما نبينين بداخو دا كارم لالله سبحانه وتعالى هدايات من باب وديني حق بما انجرتو سر بازي الله جل جلاله كبو يدياري كردوين بما انجرتو سر سنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم